سوف ننتقل مشاهدينا الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية لهذا اليوم. البداية ستكون مع صحيفة نداء الوطن وانشات الذي عنون تسويق الظاهر زكزكة للقوات وإثارة شبهات مالية في نقل المونديال 2018. يلعب بري على حبال الميثاقية وعينه على معراب. فعلى هامش الشهور عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تقليب دفاتر العهد العوني. وفي الغضون تواصل جبهة التعطيل الرئاسي الاستفادة من وقت الشهور الضائع لتحسين صفوفها وتحسين شروطها في التسوية، في حين تتكثف الجهود في مطبخ عين التيني لمحاولة تطعيم ترشيح رئيس سيار المردة سليمان فرنجية بنكفة توافقية تبدد روائح 8 أدار الفائحة من طبقه الرئاسي، ليبدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتوازي اللعب على حبال الميثاقية المسيحية، وذلك في محاولة لتأمين التغطية المسيحية لانتخاب فرنجية بلج ميلة باسيل، وفق تعبير مصادر سياسية مواكبة لحراك بري في هذا الاتجاه، موضحة أن الرئيس بري يسعى جاهدا إلى استدراج معراب للخوض في هذه اللعبة. وكشفت المصادر في هذا السياق أن رئيس المجلس يعمل في الوقت الراهن على إيصال رسائل مشفرة إلى معراب تحث على فتح حوار رئاسي بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس المردة سليمان فرنجية، وذلك بغية إبرام تسوية معينة على شكلة اتفاق معراب. هذه التسوية يمكن أن تتيح تأمين القوات الميثاقية المسيحية لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرة طبعا هذه المصادر إلى أن بري يعمل على أكثر من خط لتحقيق هذا المبتغى، وهذا لا يتوانى عن استخدام أساليبه وأرانبه المعهودة في سبيل الضغط على جعجع للسير في هذه الخطة. لهذه الغاية تكشف المصادر عن نقطتين محوريتين في الخطة يحاول بري الارتكاز عليهما في عملية الضغط. النقطة الأولى من خلال تسويق اسم بيير الظاهر كمرشح جدي ووسطي لرئاسة الجمهورية، وذلك لزكزكة القوات، خصوصا وأن رئيس المجلس يدرك جيدا الحساسية الكبيرة من طرح هذا الاسم في الأوساط القواتية، وذلك جراء الخلاف العميق على ملكية قناة LBC بين الظاهر والقوات اللبنانية، ما سيدفعها بحسب تقديرات عين التيني إلى تفضيل السير بترشيح فرنجية في حال استشعرت أي جدية في حظوظ الظاهر الرئاسية. أما النقطة الثانية التي يتم استخدامها للضغط على معراب فتتمحور وفق ما نقلت المصادر حول إعادة فتح ملف نقل تلفزيون مباريات تلفزيون لبنان لمباريات كأس العالم لكرة القدم في مونديال عام 2018، وذلك من زاوية إثارة شبهات مالية تطال الوزير القواتي ملحم رياشي حين كان يتولى حقيبة الإعلام في محاولة لإظهاره متورطا بصفقة مالية ما في عملية نقل المونديال، وذلك عبر التصويت على وجود تفاوت بين المبلغ المالي على وجود تفاوت بين المبلغ المالي الذي دفع حينها لتأمين النقل التلفزيوني وبين المبلغ الذي تقاضته الشركة صاحبة الحق الحصري بنقل هذه المباريات. من نداء الوطن سوف ننتقل الآن إلى النهار التي تناولت مسألة التعديل الضريبي وكل الأمور التي تغيرت في موازنة العام 2022. فاللبنانيون يهرعون لتسديد قروضهم قبل الدولار الرسمي الجديد، تجارة الشيكات تنشط والمصارف تشجع المقترضين، لحقوا حالكم. فكتبت ثروة بعلبكي انشغل اللبنانيون بإعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدء العمل بسعر رسمي جديد للدولار الأمريكي بدءا من أول من شباط المقبل على أساس 15,000 ليرة. وكان سبق هذا الإعلان قرار وزارة المال اعتماد سعر الدولار الجمركي على أساس 15,000 ليرة لبنانية بدءا من كانون الأول المقبل. وإذا كانت الصورة أصبحت واضحة خلال حتمية ارتفاع أسعار السلع والحاجات، فإن هذه الصورة لا تزال ضبابية حيال سعر الصرف الذي سيعتمد لتسديد القروض الشخصية والسكنية. لذلك سارع الكثير من المقترضين بالدولار إلى سداد قروضهم تخوفا من قرار قد يتخذ لدفع مستحقاتهم وفق سعر الصرف الجديد. وقد هرع المدينون في الأيام الأخيرة إلى محاولة لتسديد قروضهم كما أشرت على سعر 1500 ليرة لبنانية قبل تفعيل التعميم الجديد، ولكن بعض المصارف التي كانت قد استشعرت الأمر منذ شهور عدة توقفت عن قبول تسديد القروض على سعر 1500 ليرة لبنانية.
فيما لوحظ أن مصارف أخرى شجعت العملاء وطبعا يعني دفعتهم إلى إطفاء ديونهم بواسطة شيك مصرفي هذا وأكدت مصادر مصرفية للنهار أن المصرف المركزي كان قد عمم على المصارف أن المقترضين الذين لا تتجاوز قيمة مدفوعاتهم الشهرية $1,000 يمكنهم تسديدها على سعر 1500 ليرة لبنانية حتى الآن، ولكن لا تزال الأمور غامضة بالنسبة إلى ما قد يتخذ من قرارات في شأنها من أول من شباط المقبل. أما إذا كان القسط الشهري فوق $1,000 فإنه يمكنه دفعه بواسطة شيكات لولار قيمتها 17% من قيمة المبلغ الأصلي، بانتظار هذا الأمر طبعا صدور قرار واضح من مصرف لبنان حيال أي سعر صرف سيعتمد لتسديد القروض في المرحلة المقبلة. من صحيفة النهار سوف ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير والذي أثار لغطا كبيرا في كل العدليات وفي كل بين القضاة حول قرار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. فكتبت صحيفة أخبار اليوم: عثمان يلطف أحكامه العرفية وهيئة التشريع تنفي كلامه. أمس حاول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التراجع عن المذكرة التي عممها على قطعاته الأمنية وأعطاها بموجبها حق تنفيذ مهام الضابط العدلية عند تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنعها عن إعطاء إشارة قضائية. هذا التراجع كان خجولا، ففي الشكل طبعا ترك عثمان مديريته وتوجه مباشرة إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل، علما أن الجنرال جرب الحفاظ على هيبته حينما قال إن هذه الزيارة جاءت بناء لطلبي، فيما العارفون يقولون عكس ذلك. كابر عثمان في الاعتراف بخطيئته القانونية، فكانت النتيجة خلط حابل المواد القانونية بالنابل. أما الأفدح فهو محاولة عثمان الإيحاء بأن الضباط والعسكريين هم الضابط العدلية، علما أن المادة 38 واضحة، خاصة وأن الأمر ما زاد طين بلة في هذا الكلام الذي عبر عنه اللواء عثمان، قوله أن لديه استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي تؤكد وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند وقوع الجريمة المشهودة. ولكن وبعد أقل من ساعة على كلام اللواء عماد عثمان تم تسريب صورة رسمية عن جواب الهيئة عن سؤاله بشأن الإجراءات التي يجب على المديرية اتباعها في حال تمنع النيابة العامة عن إعطاء إشارة قضائية، لتشدد على أن الإشكالية الناشئة في تعذر التواصل مع النيابة العامة بسبب الاعتكاف القضائي إنما هي إشكالية واقعة مستجدة يجب أن تعالجها حصرا التعميم التي يصدرها النائب العام التمييزي أي القاضي غسان عبيدات. بشكل أوضح فإن جواب الهيئة حاسم بعدم قانونية مذكرة عثمان، وذلك عكس ما صرح به. في المقابل لا يهتم القضاة كثيرا ما إذا كان عبيدات قد استدعى عثمان أم لم يطلب موعدا منه، باعتبار في الحالتين أن الحالتين تؤكدان أن المدير العام للأمن العام ارتكب معصية قانونية وجاء لتوضيحها، في حين أن المتابعون يؤكدون أن زيارة عثمان هي لحفظ ماء الوجه استباقا لقرار قد يصدر عن عبيدات لإبطال المذكرة، إذ أن القضاة يشددون على أن حقنا لم يصل بعد، خصوصا أن المذكرة ما زالت حيز التنفيذ. طبعا يعني هذا باختصار ما ورد في صحيفة الأخبار اليوم حول هذا الموضوع.